على قضية الصرف الرواتب إلى آخره من هالأمور اللي أنت أنا جيت وياك تقول لي اتفاق نفطي وسلم لي كل شيء على عيني المنافذ الآن والواردات غير النفطية بعد خاصة بعد قرار محكمة دولية أو باريس محكمة باريس قرار التحكيم الدولي أحسنت هذا وقف كل شيء على أقليم كردستان يعني مو أنا أقول ما يقدر يصدر صار الاتفاقات قبلها كان اكو اتفاق بين حكومتين زين وعلنها صارت وتبقى السيد نسرور والسيد محمد شيع السوداني تم الاتفاق على تسليم النفط 400,000 برميل وفتح حساب جاري اضافه الى المنافذ والجمارك والرقابه الماليه تذهب هناك وتقارير الشهريه تاخذ بالمناسبه الرقابه الماليه تتصرف باريحيه في اقليم كردستان الان مدى اقول لك للتاريخ هذا لحد هذه اللحظه بعد ما بيها مجال استاذ ياس اقليم كردستان الان ماكو عنده امامه شيء وما عنده شيء هم يخسره بعد الا ان يتعاون مع المركز وهذا اللي دا يصير لانه انا اذا اجيب لك شو اللي تريده من عندي دانتك اياه زين انت الموازنه موقفه عليه خوش زين انت شنو الاجراء اللي دا يسوي السيد السوداني حقيقه الرجل نقول نتمنى يخلوه يشتغل 700 مليار قرض قروض حتى يمشي الرواتب يبقى عندك المنافذ اللي موجوده والجمارك اللي موجوده هناك بالدستور حسب الدستور 50% للاقليم 50% طيب. للمركز وهذا اللي يصير بالفعل والاشراف الدليل على كلامي الرقابه الماليه انه الموازنه ما قررت وحتى هاي 700 اللي ما قررت اذا ما يكون اشراف رقابه الماليه كيف بدها تصرف وين بدها تروح؟ طيب ارجع واقول موضوع التوطين التوطين ما عندنا مشكله به نهائيا ليش؟ ما عندنا مشكله بالبدايه لا اكو مشكله بالبدايه اكو مشكله عارضوا السياسيين بالاقليم اسمح لي استاذ مهدي اكمل السؤال عارضوا السياسيين بالاقليم وقيل في بغداد بانه لا يريد ان يكشف البودره للموظفين الحقيقيين لان بيعدهم فضائيين هذا واحد اثنين الان انتم اكو يعني او تعتقد اكو ناس جرت او اشارت على السوداني بانه خلينا نسحب رواتب الاقليم ونخليها حتى الرواتب في بغداد هاي حسبه جديده هاي حسبه ارادوا بيها بالموازنه اكو من الكرد ايضا انه افراغ ان اقليم صلاحيات اقليم كردستان كيان كامل تضحياته والى اخره افراغ هذا الكيان وسحب وحده من المحافظات انتهى الاقليم بعد ما عندك اقليم هذا كان ضمن الموازنه والناس اللي اشتغلت عليه فشلت المشكلة استاذ ياز يعني انا مدى هذا نرجع به تصريح السيد مسعود برزاني اللي يتحدث عن انه هذا بنية في دماء وكانت ان اللقاء بيناتنا وكان يقصد به الخصم او الحليف الشريك السياسي يعني انا مشتغل وياك لسنين ضحينا وسوينا بالاخير متفقين ماكو شيء ما متفقين عليه ورا شهرين ثلاثه تضرب ذن الاتفاقات بعض الحياة ليش؟ مو بزعوا بزعوا من الاحتكار للسلطه انت الاخ الاكبر انت الكبير أنا إذا أنت تحسب لي تقول لي النفط يهرب أو الأخ زي طيب هاي الدول الجوار ده تأخذ منك ببلاش طيب التوطين ما عندها مشكلة التوطين ما عندها مشكلة ليش يعني من واحد واحد بعد ما يقدر يجز أستاذ يا العزيز وقلت لك إياها بنص العبارة الآن الإقليم ما عنده غير شيء بعد طيب. إلا بتعاونه مع المركز وهذا اللي دا يسويه ودا يصير كل اللي دا ينطلب من عنده يشتغل طيب